بحضور رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية فريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي ومعاون رئيس أركان الجيش الإدارة وعميد كلية الأركان ومدير إدارة الضباط وعدد من السادة ضباط أعضاء اللجنة، أجرت الكلية القرعة الإلكترونية لاختيار المناصب لدورة الأركان المشتركة الرقم 83. نفذت كلية القيادة أحد تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية بإشراف عميد الكلية وبحضور الهيئة التدريسية اختبار مادة التعبية وتنظيم نصف الدورة لدورة القيادة للضباط الأحداث الرقم 70 باء. استقبل معهد اللغات أحد تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وبإشراف عميد المعهد اللواء الركن مؤيد نور الدين دورات اللغة للفصل التدريسي الثاني لسنة 2024 ولكافة أقسام المعهد العلمية قسم اللغات الأوروبية وقسم اللغات الشرقية وقسم اللغة الإنجليزية. بحضور المعاون العلمي لرئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ومدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية وعدد من الضباط والباحثين من دوائر ومؤسسات وزارة الدفاع، أقام مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ورشة العمل الموسومة تأثير الاقتصاد الريعي الاعتماد على النفط عسكريا واقتصاديا وسياسيا بالتعاون مع أساتذة ومختصين من وزارة النفط وجامعات مدنية أخرى. نفذت كلية القيادة إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية بإشراف أمين سر كلية القيادة وبحضور ممثل الجامعة والهيئة التدريسية اختبار مادة الدراسات السياسية والاستراتيجية نصف الدورة لدورة القيادة للضباط الأحداث الرقم 70 باء. نظمت كلية الدفاع الوطني بإشراف عميدها اللواء الركن الدكتور علي هندول وبحضور نخبة من قيادات دوائر ومؤسسات رئاسة أركان الجيش وهيئات الركن محاضرة عن الأمن السيبراني تناولت في محاورها الثلاثة سياسة واستراتيجية الأمن السيبراني وعوامل نجاح استراتيجية الأمن السيبراني والتحديات والتوصيات. ضمن المنهج العلمي لكلية الحرب استضافت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح وكان باستقباله معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية اللواء الركن خليل إبراهيم وعميد كلية الحرب اللواء الركن صائب أحمد لإلقاء المحاضرة الموسومة استراتيجية المناورة العملياتية القوات البرية على مسامع دارسي دورة الحرب 27. ترأس رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية لجنة مقابلة المتقدمين للدورة 114 بعضوية عميد الكلية العسكرية وعدد من السادة الضباط من ممثلي المديريات في وزارة الدفاع للإشراف على مقابلة المتقدمين كل حسب اختصاصه بالاعتماد على المعايير العلمية واللياقة البدنية وضوابط التقديم للكلية العسكرية. ضمن سلسلة التعاون والانفتاح على جامعات ذات الاهتمام المشترك وتنفيذا لمناهج كلية الحرب بتطوير مهارات الدارسين استضافت كلية الحرب إحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وبإشراف عميد الكلية الدكتورة زينب شريف الجزائري من جامعة النهرين لإلقاء المحاضرة الموسومة النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني على مسامع دارسي دورة الحرب الرقم 27. برعاية وحضور السيد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ورئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الطيار الركن الدكتور عقيل مصطفى مهدي ومعاوني رئيس أركان الجيش وعميد كلية الأركان وعمداء الكليات وعدد من السادة الضباط احتفت كلية الأركان بتخرج دورة الأركان المشتركة الرقم 83 بعد تلقيهم دروس عملية ونظرية من شأنها تعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم في القيادة والتخطيط للعمليات العسكرية ولرفض المؤسسة العسكرية بكفاءات جديدة.